اسمك يا عمو؟ أخي بدأ قوات النظام بالقصف على هذه البلدة الأمنة مع تزامن خروج الطلاب من المدارس، حيث راح ضحية هذا. شغال مايك ابو جمال. انما المستهدف هو المدنيين وطلاب المدارس. حسبنا الله ونعم الوكيل. الوضع أكثر وضوحا وأصبح الأمر مكشوفا وليس كما كان في الماضي. أصبح العالم جميعا يسأل عن ما الذي يحصل داخل السعودية، فهذا ما تعنيه لنا الجائزة أن الوضع أصبح أكثر وضوحا وأن النضال الذي حصل في السعودية لن يضيع سدى. طبعا الجائزة هذه لي، ان شعوري لهذه الجائزة يخليني اني فخور في الوالد طبعا، واحس ان هذه الجائزة لها معنى كبيرة، لانه بيوري العالم الشغل اللي ابوي سواه مو بشيء سهل، والجماعة اللي كانت معه طبعا. We chose these three laureates because they stand for a variety of. اخترنا هؤلاء الثلاثة لأنهم يقفون مع الحقوق ولأفكارهم البناءة التي تجعل النظام السياسي يبدو مختلفا في السعودية، وقد بيّنوا على أرض الواقع دفاعهم عن حقوق الإنسان وعن ضحايا المحاكمات السياسية غير النزيهة، وكيف يمكن بناء مستقبل على أساس حقوق الإنسان. غطاء البوليس تحت غطاء الأمن، لا عودة على الحرية. اليوم يوم الغضب. متعلمين، وهذه الوقفة تعبر مرة أخرى عن على نسمعوا زميلنا رجع على ضبابية المشهد. هو بنقاط وبسهولة مش بناخذ هذا برشا وقت. نحب نعرف المحاسيب لأنه الأهلية هذه لازم نذكر مليح، نحن نقابة معنا عندها أكثر من لكن الجمعيات بالتزاماتها مع لي بايور دو فون قدمت هنا. يعني تقول أنت يا ناس البلاد والممتلكات العامة والخاصة. بليت وسام استعمل كلمة ناجح لأنه ديما نحن شخصنه أنه تصبح نعم تكبير. هي تشرف عليه من اول والاخر، هي تجيب التمويل نتاعو، هي تحدد من يعني لغه هذه التخويف ووكاله الاتصال الخارجي
أليس ولي العهد السعودي اليوم تلاحقه وفي جرابه سجل دموي؟ نذكر هنا بجريمة اغتيال زميل الصحفي جمال خاشقجي. أيضا هناك العشرات من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين اليوم هم يقبعون في السجون النظام السعودي الحالي. اعتبرنا أن في هذه الزيارة نوع من الاستفزاز للشعب التونسي، وهذه الزيارة لا تشرف قيم الثورة التونسية ولا التجربة الديمقراطية التونسية. مصدومون لأن حكم المؤبد هذا يظهر في الحقيقة أن الإمارات لا تقف عند حدود ولا مكان آمن للأكاديميين فيها. هذه المحاكمة غير العادلة لم تكن مفاجئة لأمنستي التي توثق منذ سنوات حالات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين الذين يحبسون في الإمارات بعد محاكمات غير عادلة، وهذه محاكمة أخرى تؤكد هذا النهج. جاي ناخذ منهم الخبره كيف شبابهم تطور، كيف البلاد من يعني في هم حتى هم مروا بحروب ومروا بهيك، بس نهضوا، في نهضه في شعوبهم، جاي ناخذ منهم افكار بحيث ان نساعد شبابنا احنا في ليبيا بالافكار هذه ان احنا ننهضوا. منتدى الشباب العربي الأوروبي هو أداة عظيمة لشق طريق تجمع الشباب العرب والأوروبيين. هناك تنوع كثير في أوروبا وكذلك في العالم العربي، وهذه وسيلة جيدة لفهم بعضنا البعض ولنتعلم من قصصنا لندرك أننا متشابهون، نشترك في القضايا والمشاكل نفسها. قطر نفذت هذا الشيء ونجحت فيه. قطر تسعى للتقارب بين الشعوب. لما احنا نتكلم عن تحالف حضارات، اذا احنا هنا في قطر عبارة عن تحالف حضارات صغير. يوجد عندنا جميع الجنسيات في العالم تعايش بشكل يومي، تحالف حضارات بشكل يومي. فبالتالي نحن نريد ان نعكس هذا على مستوى الشباب العربي وعلى مستوى الشباب الاوروبي. اليوم هو اليوم الختامي لمهرجان المحامي النسخة الثامنة، ولله الحمد هذه مرت النسخة بنجاح كبير جدا. طبعا والدليل الحضور الجماهيري الكبير، أيضا تشريف سمو الأمير الوالد وتشريف سمو الأمير الشيخ تميم. طبعا الثناء اللي حصلنا من الجمهور، المشاركين، العارضين، المسابقات كلها كانت هي دليل نجاح هذا المهرجان الثامن النسخة الثامنة. وأمنياتنا إن شاء الله في النسخة القادمة بإذن الله إن شاء الله راح نحقق نجاح أكبر من هذا المهرجان، مثل ما عودنا جمهورنا سنة عن سنة. ولله الحمد إحنا قاعدين نتطور وننجح من مهرجان إلى ثاني. Thank you.